السلام عليكم. ما كاين لا سلام لا حتى شي حاجه، غادي ندخلو نهضروا في الموضوع ديريكت هما. كما تشوفوا دابا الاجواء ديال البلاد كي دايره، ومازال بنادم واخد الامور كيضحك وكيتفلى، حيت دابا ما بقاش وقت الضحك. وصلت 54 حاله على حسب الاحصائيات اللي داروا، لقاو بان تقريبا هاد الناس هادو تكونتاكتاو مع 1362 ديال البشر. بما يعني بان غدا ولا بعدو تقدر يقول لك 100 200 300 400 حاله. وبعد ما هادشي مازال ما بغاش يدخلوا لراسو. وعباد الله، واش السواق مازالين عامرين؟ واش عباد الله الزناقي عامرين؟ واش البراش مازالين عامرين؟ واش ممكن تهضر معاه بنادم كيقول لك غادي نلعب كره؟ واش مريض ولا مالك؟ واش ما عارفين شنو واقع في العالم ولا ما فهمتش انا؟ واش بنادم والله ما فهمت، واش المغاربه ماشي كلشي، شي 70% عارفه الخطوره ديال الامر، وشي 20-30% غادي تخرج على ديك 70-80% تخرج على الاقتصاد ديال البلاد على قدو، وتضرب هاد السنوات كامله ديال المغرب في الزيرو. ما فهمتش الحماق هذا، واش بهم كيتسطى علينا ولا كيتفلى علينا ولا ما عرف شنو باغي يوصل لينا ولا ما عرف شنو باغي يدير؟ راه بهم شاد العكس مع الدوله، شاد العكس مع راسو. راه ماشي وقت العكس، هادشي راه ماشي وقت العكس عباد الله. واش مبغيتوش تفهموا؟ هادي راه حرب بيولوجيه. تفرجوا عليه الدراري اللي كيعرفوا هادشي واللي كيشوفوا هادشي، والاطباء والناس السياسيين واللي متبعين هادشي. امريكان كتوجه اتهامات للصين، الصين كتوجه اتهامات لامريكان، امريكان كتهم فرنسا، الصين كتهم المانيا. راه دي راه حرب عالميه، كتكون الحرب العالميه الثالثه، وساعه ولات حرب عالميه بيولوجيه. بنادم ما عرفش هادشي، راه حرب عالميه بيولوجيه. لقاو بان كورونا فيروس، كورونا هاد كورونا كوفيد 19 هو مش واحد النوع من انواع الكورونا اللي كاينه كورونا مش شحال هادي. لقاو بانه مزيج ما بين السارس والكورونا فيروس، وعطات الكوفيد 19. اذن هاد الكورونا هادي هي صنع بشري، فهمتي؟ صنع فهمها، صنع بشري، صنع بشري مكري. شنو هو لك خياسو؟ خرجوه، هما اللي صنعوه، بنادم اللي صانعو مصنع. واش ما بغيتوش تفهموا؟ هادي راه حرب عالميه بيولوجيه، راه العالم هادي حرب بارده. بنادم ما بغاش يفهمها، بنادم كيسحاب له هادشي راه اللعب ولا ما نعرف ولا ما عرف خدام كيتفلى. واش السواق مازالين عامرين عباد الله؟ العيالات مازال كيتلاقاو كيتسلموا 16000 بوسه. هضروا مع مواتكم اصاحبي، هضروا مع مواتكم، هضروا مع بواتكم عباد الله. مازال كتلعب كارطه والضامه في الزنقه اصاحبي، وهضروا مع والديكم اصاحبي. وانتم الشباب اللي ساكنين عليكم، اللي ساكن عليكم البلاد، وانا الحدود مسدوده، تعاود ما عنده فين يمشي. واخا في مخ يحلوك الحدود، فين ما مشيتي بالعالم شابك الكورونا، ها باش ديرها في راسك. عباد الله هضروا مع والديكم، وهضروا مع خوتكم، وهضروا. وما فهمتش بهم كيقول لك خارج يلعب كره. وميسي، ميسي احسن جمهور في العالم، كريستيانو رونالدو توب العالم، راهم عاطين راسهم الراحه وجالسين. تخرج تلعب لنا كره انت يا مجمع كره، لاعبين ماتش 10 كونتر 10. وما فهمتش انا شنو تخرج تصنع لنا انت في هذا الماتش اللي تلعب لنا نتايا؟ واش الحماق؟ واش كتسطاو علينا ولا مالكم؟ راه الامر خطير عباد الله، راه الامر خطير. وسالينا الضحك، ما بقاش الضحك، ما كتحملنيش، ما كيهمنيش. تقدر يكون ما عندكش ما يشم من الاولي، ما كيهمنيش. دابا الامور بجديه، ما بقاش العواطف. دابا خاصنا نتحدوا، تضامن، تضامنوا، نتحدوا. من بعد وما تبقاش تحملني ولا دبر راسك ولا داكشي كيهمك بينك وبين راسك. اخوتي راه الامر خطير، خطير. واش تعرف شنو هي خطير؟ والخطوره، خطوره، خطوره. واش تعرف شنو هي خطوره؟ وعباد الله بهم كيقول لك واش خايف من الكورونا؟ عباد الله راه ما تنخافوش من الموت. راه كنا كنتلاحوا في وسط السيوف والشواقر والمقاطع و 60000 د البشر كنتلاحوا في وسط منهم. راه كورونا لمتي، راه ما يقراو عليك، راه صلاه الجنازه ما غادي يغسلوك، تلاح كلكل، اما يحرقوك اما يلوحوك في حفره كلكل. واش ما كتفهموش هادشي اصاحبي ولا ما بغيتوش تفهموه؟ راه كنتلاحوا، كنا كنتلاحوا في وسط السيوف، تنقولوا تلامتنا تموت شهيد، صافي شهيد ديال الوطن. غادي تموت، غادي يكفنوك ويغسلوك ويكفنوك ويقراو عليك وغادي يدفنوك عادي، تموت موته شريفه. كورونا لم تشريف، ما غيغسلوك ما غيكفنوك، غيديروك في ميكات يلويوك بحال شي ساندويتش بايت، وغادي يلوحوك الزبل ولا غادي يحرقوك. الله والديك لا سلموا عليك، ولادك الله لا شافوك، عباد الله الا نهضروا معاهم. ما فهمتش انا هذا الشيء فين باغي يوصل. عباد الله، ولي زانفلونسور واليوتيوبر والفنانين كيخرجوا في فيديوهات السلام عليكم عافاكم جلسوا في الدار عطاكم السر، وهضروا مع بنادم وجلس في الدار اصاحبي. وعباد الله البشر وجلس في الدار، وهو الامن والقوات العموميه ولات كتخرج الدارك والامن وكذا شويه يخرج عقلوا. هاد اليومين هادي عقل من هنا الاثنين يخرج الجيش للشارع، وعقلوا عليها يخرج الجيش للشارع. واش يبقى يدخل فيك صحه كي الحمار وباك دخل لداركم؟ علاش؟ على مصلحتك. وانا ما مضاربش
وراك ما مضاربش مع الدوله. كاين شي وحدين كيسحبوا راك يتحد مع الدوله، شاد ضد مع الدوله على لا دخلت. قالت لي الدوله دخل، لا دخلت. وماشي الدوله اللي كتقول لك دخل، وماشي الدوله، راه الظرف هي الحاليه. كاين مرض، كاين فيروس، فيروس ماشي مرض، ماشي هذا، ماشي مرض هذا، هذا فيروس، فيروس فيروس هذا واحد الفيروس. كتعرف شنو هو فيروس؟ واش كيدخل البيسي، بيسي خاصك تفورماطيه، بيسي كيحمى، كاين شي بيسي تدخلهم فيروس كيمشي. هذا راه فيروس ماشي مرض، المرض راه تشي تبرى، هذا فيروس وسريع العدوى كونتاجيو، وكاينه لا كونتاميناسيون السريعه ديالو اصاحبي. واش ما بغيتوش تفهموا اصاحبي؟ وعينا نشرحوا لكم، خاصنا معكم الخشيبات. هضروا اصاحبي مع والديكم، وهضروا مع امواتكم، وهضروا مع ولادكم، وهضروا مع العالم والبشر اصاحبي. وما تتفهموش شنو اصاحبي؟ راه ما خايفينش على راسنا، والله يعطينا معاهم الكوليرا ماشي الكورونا، ولا يعطينا الملاريا مع بنادم اصاحبي. ما بغيتوش تفهموا، ما تخافوش من الموت اصاحبي. ما كيبقى فيك اصاحبي، غادي تشوف، غادي تدوز واحد المده ديال 3 شهور لا بقى الجو هكا. تسمع خالتك ماتت، عمك مات، جداتك ماتت، طاسيلتك ماتت، ولد عم بارك مات، ولد عم ماي امك مات، تبقى بوحديتك كي الكلب. مابقاش تحمقني. عباد الله راه في الطاكيك وكان صغير ما عنده ما يدي مني. عباد الله راه في اوروبا عندهم 30 عام و35 عام و25 عام وماتوا. راه المناعه ديال ممكن تبدل، واش باش عرفتي انت المناعه ديالك غادي تقضي على هذا المرض ولا ما غاديش تقضي عليه؟ وعباد الله راه الوضع خطير، وهو حق الله لا الوضع خطير. ونسى بانك انا كتكرهني هشام ملولي، نسى بانك كتكرهه ولا كتبغيه ولا كتبغي الدوله ولا ما كتبغيش الدوله ولا ما كتبغيش الوطن. هذا راه مشكل عالمي وخطير، خطير والله اخوتي، لا الوضع خطير بالله. والله ما بغيتو تفهموها، راه لا كونتامي كي يقول جلس في دارك، وجلس في دارك راه لا كونتاميناسيون، عرفت شنو هي كونتاجيو؟ وراه سريع الانتشار، سريع الانتشار. وفيروس ما مير يسلم عليك داز لك الفيروس صافي، هادشي اللي داز لك وفتحت حكيتي وجهك داز لك الفيروس اصاحبي. وما بغيتوش تفهموها، هنا نهضروا معاكم الخوت، وما كاين لا خوت لا السلام لا حتى شي لعبه، هو التريح في داركم اصاحبي. وراه ما بغيناش نفقدوا الاحباب والصحاب وخوتنا وخواتاتنا والناس اللي عزازين علينا صاحبي. وهو حق الله اخوتي ما تنتفلوا ولا تنمثل عليكم، راه الامر خطير وخطير بصح وخطير اصاحبي. وما بغيتوش تفهموها، راه حرب بيولوجيه. واش كتعرف شنو هي حرب؟ حرب عالميه بيولوجيه، كاين صراع بين دول كبرى. والطاليان، الطاليان والالمان ما غنوصلهمش حنايا، فايتيننا ب 10 ديال المرات، فايتيننا بالدوبل ب 10 ديال المرات. فقدوا السيطره، فقدوا السيطره على الوضع. كيقول لك الامر السيطره خرجت على يدينا. والمانيا، المانيا اللي صنعت لك البي ام وما نعرف شنو كدير بالمانيا، المانيا اللي ما نعرف كتقول لك فقدنا السيطره على الوضع. وفهمني يا صاحبي، ومن تيقول لك المانيا وفرنسا واسبانيا كتقول لك فقدنا السيطره على الوضع، واش شتي في ايران ولاو ساندويتش بانوا في الزنقه مسيبه صاحبي؟ وعباد الله والبشر والمغاربه راه ماشي اللعبه صاحبي. والله ما بغيتوش تفهموا. واش تخيل بنادم كيهضروا معاه في ديري مع انترفيو كيقول لهم حنايا احنا الدنيا هانيه اخويا، ما شفنا لا كورونا لا والو. واش دابا كرر كورونا؟ هاد كورونا في الروج غتشوفوا. وما فهمتش انايا، والله ما فهمت، ما شفنا لا كورونا لا والو. واش دابا كورونا دجاجه ولا حتى بطايق يدوز من حداك؟ وفيروس، فيروس غير مرئي وكيتشافي بالميكروسكوب اصاحبي. وما فهمتش كيقول وما شفنا لا كورونا لا والو. وفينا تشوف هاد كورونا؟ الله يعطيك العمه، سير جلس في داركم اصاحبي، وجلس في داركم اصاحبي. وراه خايفين عليكم اصاحبي، راه كنخافوا على خوتنا، ما بغينا نفقدوا حتى شي واحد اصاحبي، وما بغينا نفقدوا حتى شي واحد. والموت شوف، اي واحد محدد المصير ديالو، اي واحد محدد المصير ديالو فوقاش غادي يموت، فهمتي؟ وبهم كيقول لك منعوا علينا الجو، ما منعوش عليك الجامع اصاحبي. وراه الاسلام شوف، الروح الانسانيه مقدسه على الاسلام، شتي حياتك غاليه على الاسلام، شتي؟ خلينا من الجهاد وخلينا من داك الشيء تبقى تهضر معايا في الدين. حياتك الاسلام كيقول لك الا كانت حياتك كتعرض للخطر حياتك غلا على الاسلام، حيت ما تمشيش الجامع تعدى وتعدى عائلتك ووالديك وتعدى قبيله. وعباد الله شتي ديك 54 دابا اللي كاينه، ديك 54 حاله اللي كاينه، راه قال لك لقاو بانها الاحصائيات بان شي 1362 ديال البشر تعدات. وتخيل 1362 ديال البشر تعدات، هادشي عاد تزقل لهم شي واحد. وتخيل اخوتي الا كان تزقل شي واحد شحال تولي؟ في 2000، في 3000، احنا في 11000، احنا في 600000. والله ما هادشي اللعب بالله، الله ما اللعب، والله ما الضحك، وحق الله ما الضحك. وفي الطاليان صاحبي راه ولاو كيعزلوا بنادم شكون اللي يداويو، ولا بين فوق 80 عام كيقول له خويا غير سير موت في دارك. سمح لنا موت في دارك، واش كتفهمها ولا ما كتفهمهاش؟ هنا في المغرب راه 50 عام يقولك سير موت في دارك، راك غير في المغرب. وبنادم والطنوقة وما نعرف وهايش مايش، ما فهمش انا، مش ما كيفهمش. وجلس في دارك اصاحبي، جلس في دارك باش يتحدى الفيروس، باش يسيطروا على الوضع، باش يكونتروليو الفيروس.
واه عباد الله راه الوضع يخرج على السيطره. قال لك 1862 حاله شتي غدا غدا من 54 تقدر تصبح 100 وتقول قال المل الاولي ولا 150. عقل عليها من هنا الاثنين ولا تسمعوا شي رقم خيالي. والله لا تسمعوا شي رقم خيالي. واش عرفتوا السواق كي دايرين؟ عرفتوا المرشيات كي دايرين؟ عرفتوا الزناقي كي دايرين؟ ولا الدنيا ما بغات تخوى. خلينا من ديك القنوت كلاس يدوز لك بها مسونطرفين معارف يدوز لك من هنا خاويه الدنيا وادخل الاشياء الشعبيه وتشوف والروينه نايضه. عباد الله وعينا نهضروا معاكم ما فهمتش انا باش بغيتوا تفهموها. والامر خطر. فيروس 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 واش تعرف شنو هي فيروس؟ راه ماشي دابا ما كيقولك ما شفنا لا كورونا لا والو ما شفناش هذا الفيروس هذا. واش حسبك انت هذا الفيروس هذا؟ واش ما عرفتش حسب طوبات دوز محداك ولا ما فهمتش؟ واش حسب ما والله ما فهمت حسبك انايا والله ما فهمت شنو عندكم في راسكم اصاحبي؟ والله ما فهمتش شنو عنده في راسي يقولك هذا الفيروس والله ما شفناه. فينا تشوفوا بالميكروسكوب ما شافوش تشوفوا نتايا. واش حسبك طوبة غدوز من حداك كتجري ولا حسب عوا ولا شنو تيسحاب لك ولا نسر ولا شنو تيسحاب لك غادي يدوز من حداك ولا زوش ولا غراب ولا ما نعرف؟ راه فيروس اصاحبي ما كيتشافش ما كيتسنى الفيروس يشوفو. ما فهمتش واش شتي والله ما نكذب عليكم شتي في المغرب بقيت نحب كيدبن في الارض اجي يطلع العيب امس كيف فيه كورونا امس نشوفو كورونا وبعدا متخيل ديك النهار الطبيب واش من فيه كورونا شادين طبيب وما لعينت واحد ما يدخل عنده فاش كانت اول حاله فما غادي كيجري للطبيب عافاك عافاك ندخل نشوف كورونا. واش ماشي الحماق هذا ولا مال بنادم اصاحبي؟ مالكم اصاحبي مالكم؟ والمانيا المانيا المانيا قوه عظمى، فرنسا قوه عظمى، طاليان اسبانيا فقدوا السيطره على الوضع. والمغرب والمغرب والشرفه وعندك 250 سرير للانعاش والتريح اصاحبي سير تجلس تعطي راسك الراحه. واش كتعرف شنو 200 ونسان سان سان هشام من الاول كتحملني ولا ما كتحملنيش كتبغيني ما كتبغينيش متفق معايا ما متفقش معايا هادشي نساه. وعباد الله راه الوضع خطير اصاحبي. عندك 250 سرير للانعاش وعباد الله عندهم 10000 سرير عندهم 20000 سرير عندهم 100000 سرير وفقدوا الوضع فقدوا السيطره على الوضع. وما بغيتيش تفهموها صاحبي والله ما بغيتو تفهموها راه هادشي ماشي لعبه صاحبي والله ما الضحك والله ما الضحك. وعباد الله والفنانين وخلينا ديك الفيديوهات كتخرج تهضروا مع عباد الله دراري عافاكم جلسوا في داركم سيل تبلي هكذا وهضر مع بنادم وتريح وجلس صاحبي. واش بغيتي تخرج بالزروطه با جلس واش شي بلاصه والله بنادم اللي جلس معاه يخرج واش تبقى لاعبين معاك البوليس والجندارم والعسكري يخرج يلعب معاك كاش كاش ولا تلقى يبقاو يلعبوا كاش كاش مع الجندارم والعسكر البوليس يبقى يسبقوا عليهم خرجوا يلعبوا شويه مع العسكري يجريو علينا. وريح داركم اصاحبي راه لمصلحتك ولمصلحتك وراه ماشي الدوله اللي كتقول لك جلس. وشوف انا نشرح لك بالخشيبات هذا فيروس خطير سريع الانتشار كيهدد الحياه ديالك وديال الاهل ديالك وديال الاقارب ديالك كيحتم عليك الوضعيه انك تجلس في الدار حمايه ليك ولغيرك ولجميع المغاربه وجميع المواطنين. وجلس في دارك ماشي الدوله كتقول لك جلس بان مره عنده عكس مع الدوله كيقول الدوله قالت لي جلس انا والله لا جلس وماشي الدوله اللي كتقول لك جلس وماشي الدوله اللي كتقول لك جلس. والوضعيه لا سيتوياسيون اللي حنا فيها كتحتم عليك انك تجلس في الدار وجلس في الدار. خوتي الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير هضروا مع امواتكم اصاحبي. وكنشوف عيالات كبار صافي 70000 بوصه في الزنقه صافي والمرشيات ومجمعين وغادي يتقداو معانقين. الله يرحم لكم الوالدين اللي عنده شي ام كيخاف عليها الله يخليها له طول في العمر هضر معاها ولا تجلس في الدار. عار الله الدراري الله يرحم لكم الوالدين لما هضروا مع امواتكم. والله ما تسلشتيها ولا سلمتي عليها والله لا خلوك تشوفها ولا سلمتي عليها لا ما حرقوهاش ولا لحوها لك في شي حفره. وعباد الله هضروا مع امواتكم اصاحبي هضروا مع والديكم ديك اللي كيلعبوا كارطا هضروا مع باك ودخل الوالد للدار الامر خطير وشرح له وشرح له فهمهم اصاحبي راه هادشي صعيب وخطير وخطير بزاف والله تمرضتونا اصاحبي. وباش بغيتو نهضروا معاكم اصاحبي وهضروا مع عباد الله اصاحبي واليوتيوبر والانفلونسور وديك اللي ديك لي ستار ديك المغنيه اللي كتلوح لي دابا في التصاور واخا كورونا مش وما كتلوحليش التصاور دابا هضروا لنا على الوضعيه اصاحبي والخوانه ودابا اللي خاصكم تبانوا فينا هما داك اللي كيربحوا الفلوس من اليوتيوب وداك اللي كتربحوا الفلوس من انستغرام. واش الدوله كتاخذ من عندكم شي ضريبه كتاخذ من عندكم شي لعبه كتاخذ من عندك شي حاجه؟ وبين لي وقف مع الدوله وقف معنا اصاحبي في هضر مع عباد الله حسسهم بالخطوره ديال الامر عرقتونا اصاحبي وبزاف هادشي اصاحبي وبزاف اصاحبي وكلشي كيقول جلس في الدار وجلس في الدار الله يعطيك البواسر اللي ما تجلس في الدار. وما بقاش الله يرحم الوالدين لا يرحم شي والدين اللي ما جلس في الدار. بنادم مريض اصاحبي والله حتى مريض بالله اصاحبي وبنادم اللي غادي يلعب ماتش ديال الكره ب 10 دراهم اصاحبي غتولي لنا انت هو ابراهيموفيتش الله يعفو علينا الله منكم اصاحبي الله يعفو علينا الله اللي ما جلس في داركم عار الله اللي ما تجلس في الدار اصاحبي مرضتونا في راسنا اصاحبي مرضتونا اصاحبي 15 يوم ما قدرتيش تجلسها في الدار اصاحبي ديني بحال الدريات اصاحبي
وبزاف هادشي والله تحشوم الدريات وراه جالسين في الدار حشومه كاع هادشي والله تحشوم. قلت في الدار لا لا جلسوا في الدار عيقتوا علينا صاحبي الله يعفو علينا الله معاكم خاصكم تلقى دير مو بلا كيتلاح في الارض كيتشتت كيتمرمد حداك في الارض عاد ترتاح وفاش يبقى يتمرمد حداك بان تشوف امك كتلاح حداك ما تلقى ما دير لها شي لا مرات لك امك ولا باك غتبقى تشوف فيها هكا ما عندك ما دير لها غتبقى تشوف فيها بعويناتك غتشوف فيها تبقى تبكي امي كتموت غتبقى تشوف فيها تبقى تبكي مع راسك صافي فاش تجي كورونا وضرب لك امك ووالديك وباك وعائلتك وتريكتك ويبقى يتمرمد حداك باك وامك كتموت حداك بقى تقرا لها شهد لها وسير قرب حداها تيخليوك تقرب حداها فاش تموت فاش تموت والله لا كفنوك والله لا غسلوك والله لا دفنوك كير كير بغات تلاح وبقى تدور في زناقي دابا لعب ليا كره على 10 دراهم وراه قلت لكم هو براش براش صغير انا صاحبي عندهم 13 14 عام صاحبي لاعبين كره في الدروبه صاحبي في احياء شعبيه وقرعه ديال المشاربين منها 16 بيهم بزاف هادشي عيقتو حشومه صاحبي والله تحشومه بالله وبزاف صاحبي والعالم كيقول جلس في الدار وجلس في الدار صاحبي وبنادم والبشر والهيش مايش جلس في الدار صاحبي حشومه صاحبي والله تحشومه بالله صاحبي ندخلوا في واحد الوضع تسمع عشرات المليون المغاربه ماتت والله ما نعرفها بلاتي تشوف عباد الله بالاطباء قدام قداش وبالسبيطارات وما نعرف وبالهليكوبطيرات عباد الله وعندهم السوفطاج عندهم السكوريزم بالهليكوبتر كيهبطو كيهزو بالهليكوبتر كيديو للطبيب وانت غيهزوك في طراك تيلوحو امك في شي حفره يدفنوك حتى كيهزوك بالهليكوبتر وبقى تفرج ليا في الافلام ويحسبك راه غادي يجي ويهزوك ويعتقوك وكذا واش حتى وصلت شبك هنا في المغرب بحال اللي شابكه في الطاليان طاليان كيقولك 80 عام يبقى في دارو هنايا غيقولك 50 عام بقى في دارو 50 عام بقى في دارو ما عندنا ما نديرو له الاولويه اللي مازال صغير والاولويه اللي عنده اللي غادي يقدر يتنقل والله تيلوحك ودابا مام غالط مع راسو كيسحبك راه غادي يجي يهزوك بالهليكوبتر ولا تيهزو امك في طراكسي ويلحوك في حفره بالله ما عندهم ما يديرولك والله ما عندهم اللي يديرولك انا تنهضر معاكم الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين خذوا الامر بجديه ردوا البال لوالديكم هضروا مع وليداتكم هضروا مع والديكم راه الامر خطير راه الامر خطير راه الامر خطير اللهم اني قد بلغت في الاول قبل ما يوقع شي كنت كنقول لكم ما تضحكوش على الطاليان راه الامر ماشي الضحك اخوتي هادشي بصح راه الفيروس خطير وراه غادي تطور الامور ها انتم وقفتوا عليها هاي حنا في 54 حاله وعقلوا عليها عاوتاني والله تتسمعوا شي ارقام خياليه بالله شتي المغاربه والله ما كتحجموا بالله الدوله دايره اللي عليها الجمعيات دايره اللي عليها الملايريات ضامنه وكل شيء كيحط في الفلوس الروينه كذا كيقول جلس غير في الدار ما تعطي ما دير والو ما تبقاش تقولي بان اللي خدام الله يسهل عليه الظروف ديال الخدمه كيخرج يشوف الدوله نتمنوا الدوله دير شي حل مع هذو اللي خدامه يجلسوا حتى هما في الدار الدوله دير شي حل مع هذو اللي خدامه يجلسوا حتى هما في الدار اللي خارج الخدمه ماشي مشكل ام خرجت تقدا الماكله لوليداتها وترجع ماشي مشكل اب خارج يتقدا لوليداتو بروش ما عندك ما يدار ما قاري ما والو ريح في الدار زوفري ما عندك ما دير شي تكمي لنا الجوانات ودير الجوقه وجيب المرض لوالديك ووالديك تعدي جارتها وجارتها تعدي جارتها وخالتها وتصيلتها وماشي الشريفه عندك العطله تمشي تطلع على خالتك تفرجي فيها تمشي نشوف اختي مسكينه نطلع عليها واقصي في دارك وما تشوفي لا اختك لا والو عطي راسك الراحه والحجر الصحي وبنادم وارتاح وما نعرف الله يرحم لكم الوالدين الله يسهل عليكم لما ارتاحوا الامر خطير 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 بحثوا قلبوا صاحبي دخلوا جوجل دخلوا ويكيبيديا دخلوا الانترنت حرب عالميه بيولوجيه خلو تفرجوا راه حرب هادي نايضه حرب بارده شي كيشرف الفيروس للجي ها شويه تسمع شي فيروس اخر خير كورونا انا نعاودها لكم كورونا ديجا كانت هاد كوفيد كورونا هاد كوفيد 19 هو نوع من انواع الكورونا هاد كوفيد خرجوا على ما كيقولوا كتقول لك بان فرنسا والصين كانوا كيديروا شي تجارب ديال الكوفيد شنو هو كوفيد هو مزيج بين الكورونا والسارس هو يعطي الكوفيد 19 كانوا كيشربوه في الخفا فاش قالك حقا ما حقاش يخفاش هرب ليهم هرب ليهم المختبر هو اللي دار هادشي في ووهان باش وقع هادشي شي كيقولك بان امريكان هي اللي خرجت الفيروس هنا تعرفوا بان ما كيقولكش ما كاينش ما يمكنش يكون دخان بلا عافيه اذن كاينه شي حاجه اذن هنايا حرب عالميه بيولوجيه شبكه بين دول عظمى اللي كيصايم مسيطرين على العالم وكيتحكموا في الاقتصاد ديال العالم اذن نتوما المغاربه خاصك دير واحد الحاجه تحمي راسك ريحنا الحدود ديالنا سديناهم حنا حدود ديالنا سدينهم وريحنا في الدار الله يرحم لك الوالدين باش نسيطروا على الوضع وما بقاوش نهضروا مع بنا بزاف اصاحبي الله يرحم لكم الوالدين هضروا مع والديكم هضروا مع خوتكم
صافي مشيش عند صاحبك دابا، هضر معايا في التليفون في واتساب، طلعوا ضحكوا دراري مزيان داكشي ديال الانترنت وطلعوها في الصفحات وكذا، وهذه مزيانه صاحبي، وبعدوا عليكم هادشي. وحق الله اخوتي لا الامر خطير بالله، لا حرب عالميه بيولوجيه خطير، راه كاين اللقاح، كاين الدواء غادي يخرج عن مقارب. قبل ما بغيناش نفقدوا بزاف ديال الناس، تسنى واحد شويه على ما يخرج اللقاح والفيروس، راه كاين. هلا شوف هادو اللي خرجوا هاد الفيروس هذا راه دايرين اللقاح ديالو، دخلوا قلبوا قلبوا، راه حرب عالميه بيولوجيه شابكه بين دول عظمى، وعرقينا صاحبي كنوضحوا لكم صاحبي، وراه شابكه هذه مسائل سياسيه كبيره، المغرب ما عنده تدخل فيها، ما عنده ما يدير لك، ما عندك لا صواريخ نفاته، ما عندك لا قاذفه الصواريخ ارض جو، ما عندك لا سبوتنيك، ما عندك حتى لعبه، ما عندك اف 16، ما عندك والو، ريح الارض. هذا الشيء فات الاف 16 وفات النووي وفات هذا الشيء بالهواء وبلي زورمون كيضربوا بنادم، كيصيفطوا فيروس كيطيح لك 600,000 ديال البشر، مليون ديال البشر بضربه واحده. ها باش تفهم هذا الشيء فات النووي وفات هذا الشيء تطور، هذا الشيء تطور مع التكنولوجيا. ها باش تفهمها، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، لما تريحوا لما تريحوا وتهناو وتكالماو وتسناو هاد 15 اليوم نشوفوا شنو غادي يوقع فيها. مازال شوف مازال تسمعوا، شوف راه كاين 1362 واحد اللي مرتقب غادي يكون مصاب من خلال ديك 54 اللي تصابت، على ما حسب التقارير غتكون 1362 البشر، اولوا على واحد 2000 من الاخر، وريح مع راسك وبعد من بنادم، راه 2000 راه ما تعرفش شكون اي واحد يسلم عليك يقدر يكون فيه الفيروس، وبعد ما تسلمش على بنادم اصاحبي، ما تسلمش عليه، شنو تزيدك تسليمه، ما تسلمش عليه، بعد مني اخويا ما تسلمش عليا. خوتي الله يرحم لكم الوالدين، الله يسهل عليكم الدنيا والاخره، اللي عنده شي ميمه الله يخليه، اللي ما عندوش الله يرحمها. لما حاولوا على راسكم وحاولوا علينا وحاولوا علينا، ما بغينا نفقدوا حتى شي واحد، ما بغينا نفقدوا حتى شي واحد الدراري، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. احنا قال انا ما خدامش جالس في الدار، وعادي يا صاحبي هو جالس في الدار صافي، حيت الظروف تطلبات علينا باننا نجلسوا في الدار، ما خدامش جلس في الدار. وحق الله راه حرب عالميه بيولوجيه هذه، وشابكه ولا اللقاح كاين، اللقاح ديجا هادو اللي مخرجين الفيروس راهم دايرين اللقاح، وتسناو على ما يخرج الدواء عاوتاني يبيعوه باش يعمروا الجيب ديال الدول. شراكم شوف بنادم اللي قاري هادشي وراه عارفو، ريح شي شويه حتى ما تجي فينا الضربه تدي لنا واحد 100,000 ديال البشر، حنا ما بغينا نفقدوا حتى شي واحد فيكم، حنا كلكم عزازين علينا، ما بغينا حتى شي واحد نفقدوكم. وشي شويه بنادم يوعى صاحبي، ونتمنى بنادم يفهم هادشي اللي كنقول لك صاحبي، بلا ما يفهم هادشي، هادي راه حرب عالمية بيولوجية، قلت لكم فايتة النووي، فايتة صواريخ أرض جو عابرة للقارات، اف 16 اف 18 فايتة اف، هادشي كامل، هادشي خطير، هادشي من نوع آخر، هادشي من الآخر، هادشي يصيفطو لك طير يضربو له إبرة ويصيفطو لك برطال للدولة ديالك، تولي الدولة كاملة مطلية، هادشي صعيب ولا وخطير بزاف. الله يرحم الوالدين، كالم داون دراري رولاكس، الله يسهل عليكم، الله يرحم الوالدين. المهم ما نطولش عليكم بزاف، الله يسهل عليكم ويرحم الوالدين. الدراري اليوتيوبر الانفلونسر، هضر مع الناس اللي كيتبعوكم، ما كتحملنيش ما كيهمش، سمع هل هادشي اللي كنقول لك المصلحه ديالك، راه ماشي الدوله اللي كتقول لك جلس ولا هشام بلول اللي كيقول لك جلس، الظرفيه الحاليه كتفرض عليك بانك تجلس في داركم حيت الوقت صعيبه وخطيره، راه يتهرس الاقتصاد ديال البلاد، يتهرس كل شيء، ما تبقاش تلقى ما تاكل، خبزه هي الاخرى ما تلقاهاش. الله يرحم لكم الوالدين الخوت، جلسوا في الدار، تسناو هاد 15 يوم باش تحبس العدوى. لو وقفنا في 2000 حاله راه لاباس علينا، لو وقفنا في شي 2000 حاله وصافي تحدات وبدا كيبرا وصافي ما تفوتش ديباشي 2000 حاله. غير تسناو تسمعوا الارقام بلاتي، وغادي تسمعوا تقولوا قال هشام من الاول. واش انت تقدر 54 ما هضرات مع حتى شي واحد، والله قال لك مرتقبه 1362 حاله، وزاره الصحه قالتها. ها هو داغي يخرج يهبط الجندارم والبوليس للزنقه، نهار الاثنين عولوا على السكر غادي يهبط، واش يبقى يدخلوا فيك كالحمار. الله يرحم لكم الوالدين الخوت، فهموا هادشي اللي كنقول لكم، الوضع خطير وخطير جدا، ونتمنى هادشي يوصل، هضروا مع خوتكم وصحابكم، ونتمنى كلشي يوصلوا هذا الفيديو هذا، جلسوا في الدار، الله يرحم لكم الوالدين، راه الوضع خطير. السلام عليكم.